انا عارف اي حاجه. اه طبعا عارف. امين امين. طب محمد فؤاد امين. طب انت ممكن تقولها من غير ال. طب ليه بقى يعني؟ لا لا هي دي اللقطه انه احمد فهمي عازفا وكريم فهمي مطربا. سامحنا يا رب. بس علي انا بس مش عارف صوت باين جدا. انا حاسه امين امين امين. لا ثواني ثواني اعمل ايه؟ انا اديتك نغمه علشان تقول منها. اقول منها ازاي يعني؟ امين امين. انا عايز انا عايز النغمه دي. يبقى اقول من هنا يعني؟ اقول من هنا مش فاهم. امين. أيوة. امين 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 يا رب العالمين. امين امين بارك لنا في الطيبين. امين امين المخلصين الصالح. كريم عنيف معلش وغمض عينه ويخش في الحاله عشان احس بالكمانجه. بوظ لك المود احمد صح؟ لا 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 هنغيرك. طب بجد بعزف بجد انت حاجه. ازاي ازاي يعني؟ ثواني بس ثواني بس. طيب انا على فكره دي كمانجه مش كده. دي الكتريك كمانجه الكتريك بس صعبه جدا. ايوه بس ثواني بقى كده احط دقنك على ايوه دي. والله والله ايه انت شكلك غريب بس بس تحطها بس انت ما كانش شكلك كده. ايدك بقى دي كده. ايوه بص الصباع كبير هنا كده ودول كده. يلا كده يعني؟ لا يعني ماشي ماشي. شايف الخشبه دي والسودا في النص لازم دي تمشي في النص ما بينهم. يلا سمعنا كده. ايه دول عم بيهم ايه؟ سيبهم بس دلوقتي. ده انا كده ربابة في الشارع. اللي هو كنا بنشتريها وما بنعرفش نعزف بيها دي. والله العظيم انتوا هايلين انتوا هايلين.